ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا مرحبا، رجعت لكم تاني معاكم سارة صبحي. فيديو النهارده بيتكلم عن سلسله ترتيب اللي انا عملت منها فيديوهين قبل كده، اللي مشفتهمش هشوف ممكن تستفيدوا منها. انا النهارده هرتب الكيرف بتاع الحمام، فقلت لازم اظبطه عشان تشوفوا، عشان شايفين هو عامل ازاي، مش مرتب خالص، مش منظم. انا بجيب الحاجه واجيبها بصعوبه، مع ان الترتيب ده مساعدني جدا. يعني انا لو انت تشتري، انا بنصحك ان انت تشتري عشان هو بيجيب حاجات كتير وخفيف، يعني تعرفي تحركي شمال ويمين عادي، وفي نفس الوقت هو مفيد الحمد لله. يعني فكويس انا اشتريته وفرحانه بيه بصراحه. انا شلت كل حاجه اهو ومسحته وظبطته، وهبدا ارص الباسكت اللي انا اشتريته. الباسكت ده رخيص قوي، 5 جنيه في اي حته، فمش هيكلف كتير، وشكله حلو منه جميع الالوان. تمام، انا اشتريته كافيه كده عشان يبيع على الحمام شويه، كنت نفسي في ابيض بس ما لقيتش للاسف، بس مش مهم يعني، ده هيبقى 5 جنيه انا هنتنك. المهم اللي في ايدي ده سكراب سكر على كريم لاي منطقه في الجسم، فهو حلو قوي. تمام، نخش بقى على المهم، ان انا رصصت التربو كله اهو. اكيد في فرق شاسع بين الاول، بين المنظر الاول والمنظر التاني، هحطه لكم فوق الصوره اهي علشان تشوفوها معايا عشان تفتكروا اللي حصل اهو. لكن المنظر ده طبعا شكله اتغير كتير، يعني التنظيم والترتيب حاجه حلوه برده وتريح النفسيه. تمام، انا كده خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتركي في القناه علشان تلاقيني وتتابعيني، ويا رب يكون عجبكم. يلا باي باي.